الجرأة في التفاوض. منهج الأمني والرغبة وإيقاف التفاوض للتوصل إلى اتفاقات ناجحة. مايكل دونالدسون. Fearless negotiating the wish won't work method to reach an agreement that work. الفوز بكل صفقة في العمل في البيت في كل مكان يحتاج إلى الجرأة في التفاوض. يعد كل ما تعلمته من وارن بوفيت أجد كتاب. بعد ما كل ما تعلمته من وارن بوفيت أجد كتاب الجرأة في التفاوض ضرورة لا غنى عنها لكل من يريد تحسين ثقته بعالم الأعمال والمفاوضات. الكلمة المفقودة في منهج الأمنية والرغبة إيقاف التفاوض هي مدهش. ماري بوفيت كاتبه ومؤلفه. توم أورتنبرغ رئيس شركة لوز باكيت فيلمز. اتباع استراتيجيات خطوات الثلاثة التي ابتكرها دونالدسون سيدخل القراء بقدرتهم على النجاح في المفاوضات. هارفي مكاي مؤلف وكاتب. لكل من يحتاج إلى التعلم كيف يحصل على ما يريد بكرامة واعتزاز. توم جيمس كبير المديرين التنفيذيين ورئيس شركة ريمون جيمس فاينانشال. نحن نتفاوض كل يوم في العمل والحياة ومنهج الأمنية الرغبة لإيقاف التفاوض في كتاب الجرأة في التفاوض مقاربة فاعلة للتوصل إلى حلول ناجعة عبر فهم أهدافك وأهداف خصمك. بوب أوهلر رئيس كبير المديرين التنفيذيين شركة MWH Global. في أي منصة تجاري أو غيره يعتمد على الوقود المربحة يبدو احتمال العائد على الاستثمار. منهج التفاوض الذي ابتكره دونالدسون الأمنية الرغبة نقطة إيقاف التفاوض لا حدود له فعلا. موضوع الكتاب المفاوضات إدارة العمل. المؤلف مايكل دونالدسون ضابط سابق في مشاة البحرية المارينز ولاعب جمباز سابق، لكن ممارسة المحاماة في مجال صناعة الترفيه قادت إلى الكتاب عن مهارات التفاوض وتدريسها في شتى أرجاء العالم. كان واحد من الرؤساء قسم صناعة الترفيه في نقابة المحامين في بيفرلي هيلز، وأدرج اسمه في كتاب من هو الذي يعدد مشاهير رجال القانون في الولايات المتحدة. فوض مع وهود أشهر الأسماء في هوليود، كما عمل مستشار عاما لعدد من المنظمات السينمائية غير الربحية. أما ندوات التدريسية ودوراته التعليمية ومحاضراته حول التفاوض قد انتشرت عبر أمريكا وفي أوروبا وآسيا. عنوان مايكل دونالدسون والشاير سانتا مونيكا وميشيل at michaeldonaldson.com. شوفي بالمحتويات. بعد التمهيد والمقدمة، الجزء الأول الانطلاق، الفصل والخطة بسيطة وواضحة. الثاني إعداد الأمنيات. الثالث فهم الرغبة. الرابع نقطة إيقاف المفاوضات القوة والقوة الحقيقية. الخامس الاستعداد لاستخدام خطة الأمنية الرغبة لنقطة إيقاف التفاوض. الجزء الثاني كيف ترشدك الأمنية والرغبة ونقطة إيقاف التفاوض إلى إيقاع المفاوضات. الفصل السادس كيف تنتزع الأمنية والرغبة ونقطة إيقاف التفاوض والخوف منك لدى تقديم العرض الافتتاحي. الفصل السابع كيف تساعدك الأمنية الرغبة نقطة إيقاف التفاوض على عقد صفقة دون خوف. الثامن كيف تساعدك الأمنية الرغبة إيقاف التفاوض في تعلم الأصغاء. التاسع كيف تساعدك الأمنية الرغبة إيقاف التفاوض في التفاوض مع أحمق. الفصل العاشر كيف تساعدك الأمنية والرغبة على نقطة إيقاف التفاوض في إنجاز الصفقة. الجزء الثالث إعادة العرض. الفصل 11 الأمنية والرغبة ونقطة إيقاف التفاوض بأسفل وسائل تنبؤية. الفصل 12 قياس النجاح مع الأمنية والرغبة ونقطة إيقاف التفاوض. 13 خاتمة كلمة شكر. الخوف هو دليل زائف يبدو حقيقيا. نطور جميعنا في عقولنا أفكار لا تتوافق مع الحقيقة الموضوعية، وأنا أسمي هذه الأفكار أدلة زائفة. فهي تبدو حقيقية لكنها ليست كذلك، ويمكن تصنيف كثير من الأشياء ضمن هذه المجموعة. عندما يتعلق الأمر بالتفاوض في اعتقادك أن الشخص الآخر يملك القوة كلها والاعتقاد أن هناك أشياء سيئة ستحدث، إن وضعت رغباتك الشخصية على طاولة المفاوضات واعتقادك بأن عالمك سينتهي إن أنت أوقفت التفاوض، هي كلها أجزاء من دليل زائف. وعندما يبدو لك ذلك الدليل الزائف أمر حقيقي ستكون النتيجة شعورك بالخوف. هذا الكتاب يهدف إلى تزويدك بمنهج بسيط كي تحرر نفسك من تلك المخاوف كلها. قبل البدء بأي مفاوضات قم بتحديد أمنيتك إنها هدفك الذي تحلم بتحقيقه، رغبتك النتيجة التي ستنتهي إليها المفاوضات حسب ما تريد، وذلك وفقا لقوة السوق الخارجية إنها النتيجة التي تنتهي إليها الغالبية العظمى في الصفقات. نقطة إيقاف التفاوض أنها النقطة التي ستترك فيها المفاوضات، لأنك ببساطة تجد الأمر لا يستحق الاهتمام إذا ستخسر وقودك أو كبرياءك أو منصبك إن أتممت الصفقة، أو تشعر كما لو كنت قد خسرت مما يدفعك إلى عدم إتمامها.
لكي تكون مفوضا محنكا وناجحا، كن على سجيتك فقط. ملوك التجارة الثلاثة: الجودة والوقت واستراحة. عندما تحدد القيمة السوقية لأي سلعة تنوي بيعها، تذكر أن للتجارة ثلاث ملوك وثلاث عوامل تسهم في تشكيل السعر بالنسبة لكل منتج وخدمة. وزبون المثال يدرك أنه إذا كان السعر معقول فلا بد أن يكون عمل الآخر عن معقول أيضا. الجودة والوقت والاستراحة. السعر والوقت، اكتشاف الطرف المقابل، المجازفة والمكافأة. الشيء الوحيد الأكثر فعالية الذي يمكنك القيام به لإيجاد قوة في موقفك وإبراز قوة في عرضك هو تحديد النقطة التي توقف عندها التفاوض. إذا علمت أنك ستوقف في التفاوض عندما تضطر، فإن ذلك سيؤثر في طريقة دخولك إلى قاعة المفاوضات وفي كل ما تقوله فيها. قوتك متجذرة في قدرتك على إيقاف التفاوض. وعندما ينقضي كل شيء، فإن الأمرين الأكثر أهمية هما استقامتك وسمعتك الحسنة. كتاب الجرأة في التفاوض لمايكل دونالدسون.